يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطالما منورنا في الفقره دي الناقد الرياضي ايمن جلبرتو، معنى كده ايه؟ ان احنا هنفصص الدوريات الاوروبيه بالمعنى الحرفي. يلا بينا. صح الكلام ولا ايه؟ يلا بينا. يلا بينا. مساء الفل، منور الدنيا. ربنا يخليك. شكرا. يعني بعد 12 بتبقى مساء. مش بعد مساء. ده ما جاتش 12. يبقى صباح الخير. صباح الجمال. صباح الفل. صباح الجمال. اخبارك ايه؟ سعداء بوجودك معانا. يلا بتشرف بوجودي معاك. صباح الخير. لازم نبدا لو هنتكلم عن الدوريات المختلفه نتكلم عن صلاح والدوري الانجليزي، لان يعني الكلام مكرر لكن واقع، ولسه دلوقتي عارفه ان هو كمان احتل رقم 2 تويتر في العالم عالميا، يعني على مستوى العالم، فشيء محترم جدا ومشرف لينا كلنا. خليني ابدا معاك من اللقطه بتاعت صلاح امبارح والاسيست الرائع والجول اللي كتب عنه ان هو اسطوري فعلا. طبعا يعني النهارده لما المدرب بتاعه حتى كلوب بيتكلم ان الجون اللي هو جابه ما يجيبوش غير احسن لعيبه في العالم، فخلاص يعني احنا بنتكلم عن صلاح واحد من احسن 3-5 لعيبه على مستوى العالم دلوقتي. في الوقت الحالي في ناس اصلا بتصنفه ان هو حاليا هو رقم واحد. يعني لو هنحط الترتيب بكره او النهارده يبقى محمد صلاح رقم واحد. عايز اقول لك كانت تقريبا صحيفه الدجال لو ما كنتش متلخبطه هي اللي كانت كاتبه مانشات بتقول فيه هل هناك افضل من محمد صلاح، يعني اصلا هي بتتساءل. ففعلا طبعا ESPN كتبوا يعني تويته وقالوا هو الافضل حاليا في العالم، كل الناس بتتكلم لان فعلا صلاح مع يعني منذ بدايه الموسم هو كل مباراه لازم بيقدم حاجه. صحيح. او يحط برقم قياسي بالظبط كده وخلاص، يعني خطوتين ويبقى الهداف الافريقي التاريخي في الدوري الانجليزي. بعدين كمان لو خدنا في الاعتبار فكره ان رونالدو كريستيانو رونالدو وميسي خلاص ابتدوا ايه شويه يتقال عليهم كبروا خلاص، طالما تخطوا يعني سن ال30 يعني ده بينبئ بان اللي جاي حلو ان شاء الله لمحمد صلاح. بالظبط، يعني هو الاستمراريه اهم حاجه عملها صلاح، هي فكره الاستمراريه. يعني بعيدا عن لو مش هنتكلم عن فتره الدوري الايطالي اللي هي كانت مميزه جدا، نتكلم عن الدوري الانجليزي تحديدا، نتكلم في 4 سنين حاجه جميله جدا. صحيح. يعني مرتين الهداف ومرتين بينافس على الهداف بشكل كبير، وحاليا هو لسه كل يعني هو كل سيزون بينافس على هداف البريمير ليج، كمان بيعمل صناعه اهداف مؤثر جدا مع هو رقم واحد في طبعًا فريقه. طبعًا. الارقام اللي بيكسرها النهارده صلاح قرب ان هو خلاص هنقول ان هو الهداف الافريقي الاول في الدوري الانجليزي، بيحطم رقم اسطوره زي ديدييه دروجبا، ده حاجه كبيره جدا. طبعًا. في الشامبيونز ليج هو رقم 2، ويعني لو ممكن سنتين كمان لو بنفس المستوى يحطم برده رقم لديدييه دروجبا. فاللي ينقص صلاح بس عشان يعني الحته بتاعه افضل لعيب في العالم هي ان الوقت اللي هيبقى فيه التصويت البروباجندا تبقى كلها على صلاح بس، ما يبقاش بقى فيه حاجه تشوشر عليه في حته بقى فيه مش عارف مين بيلعب كاس عالم مين بيلعب كاس اوروبا زي وقت مودريتش. لو نفتكر صلاح كان هو يعني ليفربول ما كانش بطل وقت ما صلاح كان موجود في افضل 3 لعيبه على مستوى العالم، ما كانش ليفربول بطل. صح. ولكن كان كل السبوت بتاع الصحف العالميه كان على صلاح، فهو خد لاعب العام في انجلترا. صحيح. افضل لعيب في البريمير ليج، افضل لاعب في افريقيا، فجانا بقى عند افضل لاعب في العالم كان حظه ان مودريتش اتحط كده اتحشر في النص عشان خاطر ريال مدريد وعشان خاطر اداؤه مع كرواتيا في كاس العالم. فهنا بقى هو خد الحته دي. طب. هي دي اللعيب اللي ياخد افضل لاعب في العالم، طبعا الاداء المبهر ده اهم حاجه، ولكن الحته الاعلاميه دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا. حلو جدا. خلينا طالما فتحنا ملف يعني الدوري الانجليزي نروح لمانشستر يونايتد والاداء المتراجع، برضه وجهه نظرك ايه؟ ناس كان عندها امال قال خلاص كريستيانو داخل هيبقى فيه يعني رؤيه ثانيه خالص يعني او مستقبل ثاني خالص لمان يونايتد، لكن اللي حصل عكس كده. كل الكلام في مانشستر يونايتد المدرب سولشاير، يعني من الواضح ان هو يعني مش قادر يوصل للمرحله ان هو يبقى مسيطر بشكل كامل على الفريق فنيا. سولشاير اعتقد بقى له 3 مواسم مع مانشستر يونايتد، ما فيش يعني الفريق ما بيتغيرش، حتى لما بيصعدوا النهائي اليوروبا ليج الموسم الماضي جم في ركلات الجزاء والامور ما يعني ما حالفهمش التوفيق. الفريق مانشستر يونايتد من الانديه اللي بتصرف فلوس كتير جدا في كل ميركاتو، ولكن معرفش ايه فكرتهم في ان هم لسه متمسكين بسولشاير. هو ده اعتقد هو ده المشكله الابرز في مانشستر يونايتد، لان لما يكون فريق فيه كريستيانو رونالدو وبوجبا وجايبين سانشو عندهم راشفورد
ويعني الفريق وبرونو يعني فرقه متكامله جدا دخيه ما هو نفس الكلام برضو كابتن ايمن ينطبق الى حد ما من غير ما نطلع بره الدوري الانجليزي بس مؤقتا وهنرجع له مره ثانيه برضو باريس سان جيرمان يتقال عليه نفس الكلام وميسي يتقال عليه نفس الكلام الحقيقه من ساعه انتقال ميسي وكريستيانو رونالدو كل واحد فيهم للفريق اللي هو معاه حاليا كتير جدا من الناس كانت بتعقد الامال على ان احنا هنتفرج بقى على ولعه مع كل المباريات اللي بيشارك طبعا. فيها يعني الثنائي ده ومع ذلك ما حصلش لاضعف الايمان ما حصلش للدرجه المتوقعه يمكن الفرق بس بين باريس ومانشستر ان باريس سان جيرمان يقدر يسيطر يعني كدوري هو خسر مثلا امبارح ولكن هو متصدر بفارق من النقاط فالسبوت كله عليه اوروبيا وحتى الان هو اوروبيا لما كسب مانشستر سيتي الامور ايه يعني هديت شويه ولكن في مانشستر يونايتد المشكله ان اداء الفريق اوروبيا ومحليا يعني مش غير يعني النتائج في الدوري هو بيتعادل اكثر من مباراه في اوروبا بيكسب اخر مباراه بصعوبه وكان خسران اول مباراه امام يانج بويز في يعني خارج ملعبه فالامور مع مانشستر يونايتد يعني مش كويسه بنتكلم ايه في حجم المتاح للفريق يعني طب بس حضرتك بتشوف برضو لو هنروح للدوري الالماني البايرن يعني مش بيفوز بكل المباريات ولكن برضو هو يعني الافضل فبرضو بتقرا ازاي الدوري الالماني تحديدا الدوري الالماني يعني هو دلوقتي برضو لسه المنافسه يعني النقاط متقاربه توقعات صعبه يعني انا وكريم كنا لسه بنقول ده في بدايه الحلقه كان بيقول لي توقعات صعبه لسه الرؤيه مش مره تلاقي الفرقه دي بتلعب كويس جدا وبعدين تخسر بعد كده وبعدين تتصدر وبعد كده تخسر تاني بس في المانيا يعني شويه وهنلاقي بايرن البايرن واخد حيز يعني طبعا. لكن طبعا. هو طبعا في البدايه طبعا لكن هي في البدايه دايما بيبقى ايه احنا لسه في الاسبوع بنتكلم سبع اسابيع 8 اسابيع هتلاقي فرنسا خلاص باريس هو اللي فارق ايطاليا في فوارق نقاط هي مش كبيره ولكن في فوارق لكن في المانيا ده معتاد يعني بس ممكن يفضلوا محافظين على لقبي الدوري ودوري الابطال بايرن يقدر طبعا يحافظ على الدوري يقدر كمان ينافس على دوري الابطال بايرن فرقه ثقيله المدرب اللي معاهم مدرب يعني مميز وشاب صغير وعامل اصلا نتائج قبل كده مع لايبزيج فهو بايرن فريق منظومه متكامله بتقدر يعني زي النادي الاهلي كده ما بنقول انت المدرب بيبقى عنصر من عناصر بتنجح الفريق فالوجود ناجلسمان مع الفرقه حاليا هو مدرب كويس بس وعارف الثقه للماكينات الالمانيه عموما مخلي رتمهم يعني ابطا شويه من غيرهم يعني بقت الكوره اسرع شويه من الاداء الالماني ده ملوش علاقه بتقولهم ده موضوع تاني المفروض لا بس منه. بايرن هي منظومه بايرن ميونخ اللي احنا يعني متعودين عليها هم ماشيين يعني هم مع نفسهم هم ليهم تراك صحيح. وماشيين عليه وبصن في وجود ليفاندوفسكي اصلا يعني برضو ليفاندوفسكي واحد من المهاجمين اللي يعني ممتعين وارقام قياسيه بشكل كبير طبعا. جدا واستحق ان هو يبقى افضل لاعب في العالم قبل كده ونتمنى ان صلاح يعني زي ما ليفاندوفسكي من الناس اللي كسرت حته كريستيانو وميسي نتمنى ان صلاح يعني يقدر ان هو يكسر دي لان هما ده هنا في انجلترا وده في المانيا ونفس التراك يعني طب نروح اسبانيا بقى ده كله هناك العالم بص انا حد بسؤال عام عن الدوري الاسباني وتراجع هيك مع او ضد في البدايه القيمه التسويقيه يعني اصبح في تراجع خليني اقولها كده بمنتهى البساطه مع ده ولا لا شايفها ازاي هو اكيد الدوري الاسباني حاليا الجاذبيه بتاعته قلت شويه بعد ميسي بالزبط. طبعا مع كريستيانو لكن في وجود ميسي دلوقتي ما فيش لا ميسي ولا كريستيانو فخلاص مع كمان بقى ان احنا بنشوف اصلا ان ريال مدريد وبرشلونه كانديه عندهم مشاكل والسكوادز بتاعتهم ما هياش يعني افضل سكوادز في العالم بالظبط فالانظار طبيعي واحده واحده تدريجيا يعني احنا لسه الناس برضو في الحمى بتاعت ريال مدريد وبرشلونه يعني دي لسه موجوده زي ما هي طول عمرها تفضل موجوده الناس اللي بتحب ريال مدريد وبرشلونه ولكن النهارده الكلاسيكو اللي كان مثلا بيتابعه مليار واحد مثلا لو نفترض في مليار واحد بيتابع الكلاسيكو ممكن مع السنين اللي جايه المباريات اللي جايه نلاقي ان الكلاسيكو النسبه دي بتقل ان هو زي قبل كده كنا بنلاقي ممكن الكلاسيكو يبقى الساعه 1 الظهر 2 الظهر ليه عشان مش عارف في اسيا الناس بتتفرج عليه في امريكا مش عارف ايه ممكن مع الوقت دي تقل لصالح انديه اخرى بس بسبب ميسي وكريستيانو لان الفرقتين مش قادرين عندهم المشاكل اللي هي الماديه او الازمات اللي تخليهم مش قادرين يعملوا الصفقات اللي هي ايه بتعمل بروباجندا عشان كده ريال مدريد بيحاول يصبر على مبابي ان هو ما يجددش مع باريس سان جيرمان عشان يقدر يستقطبه ببلاش برشلونه بيحاول السنه دي
ينهي موضوع أزمة الرواتب عشان الموسم اللي جاي يقدر يجيب صفقة تفوقه. خلينا بقى في الدوري الأسباني زي ما احنا هنفطر لنا فاصل ونرجع نكمل كلامنا فيه. اتفضل. طيب ده كان الفاصل الأخير، خلاص هنكمل بقى يعني المتبقي من الفقرة مع أستاذ أيمن ونروح للدوري الأسباني، وبعدين عايزين نروح بقى للمنتخب لأن برضو في كلام كتير عايزين نلحق نتكلم فيه مع حضرتك. خلينا نروح للدوري الأسباني وهسألك عن المديرين الفنيين، مين أكتر مدير فني شايف إن هو الأفضل لحد دلوقتي؟ يعني سيميوني لو استمر إن هو نتائج مميزة وإن هو قدر إن هو يعني يوصل بأتلتيكو مدريد للليجا الثانية على التوالي، أعتقد هو اللي هيبقى فارق. أنشيلوتي مشكلته برضو هي اللي معروفة عن أنشيلوتي إن هو في الدوريات دايما هو عنده حتة كده، يعني حتى الناس اللي بتحب الدوري الإيطالي واللي كانت متابعة أنشيلوتي أيام الدوري الإيطالي بيبقى مع ميلان حاجة في أوروبا رهيبة، لكن في الدوري في تاريخه كله واخد دوري واحد إيطالي مع ميلان ومستمر، فده برضو لا بس أنشيلوتي من المدربين عموما اللي الناس كلها بتحبه، يعني ما فيش حد بيكره أنشيلوتي، هو راجل جميل ورؤساء الأندية كلها بتحبه لأن هو ما بيعارضش حد، ما بيتخانقش مع رئيس نادي، ما عندوش مشاكل مع اللعيبة، فهو من الناس يعني واحد زي بيريز يحب أنشيلوتي معاه. ولكن برضو ريال مدريد المفترض ان هو يستغل سقوط برشلونة بشكل اكبر من كده، كون ان النتائج يعني او النقاط اللي هو لسه متساوي مع اتلتيكو ولسه متساوي مع سوسيداد ومش قادر يفرق شويه في الترتيب ان هو يبقى متصدر، فاكيد دي هتبقى مشكله طبعا. وكمان بعد الخساره المفاجاه في دوري الابطال من فريق يعتبر لسه صاعد، يعني او مش لسه صاعد يعني لسه صاعد على الساحه الاوروبيه، اسمه لا يقارن بيهم اساسا، يعني مستحيل يعني حتى ككل حاجه، ف اعتقد لسه شويه، ودي اللي احنا كنا بنقوله ان سكوادز بتاعت ريال مدريد وبرشلونه فيها مشكله، وممكن لو استمروا كده مع الوقت هتحس ان الناس ما بقتش عندها الشغف بتاع الكلاسيكو زي ما هم عندهم الشغف دلوقتي في البريمير ليج. كومان يعني كومان مع برشلونه في حال رحيله، كومان يعني في استمرار كومان ده مصلحه لاي حد هينافس برشلونه، لان ممكن ما يكونش المشكله في كومان برضو قوي قد ما هي المنظومه بتاعت برشلونه نفسها. برشلونه بقت بجد، كنت بقول لحضرتك في الفاصل البعض خلاص بيوصف الفريق بان هو درجه ثانيه وثالثه، يعني احنا بنتكلم في اللي هو ايه برشلونه لو استمر بالشكل ده، يعني ما حدش عمل اللي هو ايه انقاذ او انعاش لبرشلونه، هياخد الفتره اللي خدها ميلان والناس كانت في فتره نسيت ميلان صح خالص صح. الايطالي انتر نفسه كان في فتره اتنسى بسبب القصص دي، فبرشلونه ممكن اليوم اللي بقينا نقول فيه على برشلونه الكلام ده. ما هو هي انت خدت بالك يا واد قالت لك ايه، في ناس بتقول لك درجه ثالثه يا نهار ابيض، بعد رحيل ميسي يا نهار ابيض. ميسي كان هو اللي هو بنقول ايه اللي كان مدي تقل لبرشلونه، او هو اللي بيقود برشلونه في الفتره اللي الهويه بتاع برشلونه نفسها ابتدت تختفي. ليه؟ لان الجيل نفسه اللي الناس ارتبطت بيه برشلونه في الالفيه زي ما بنقول كده، اللي هي من اول مثلا من 15 سنه فاتت او 20 سنه فاتت، اللي هو الجيل اللي طلع كله من الشباب تحت من المدرسه بتاعتهم، انيستا وتشافي وكان معاهم ميسي وكان في بوسكيتس ومع اللي موجود بيول ابيدال فتره الاخر فتره لرونالدينهو، فكل دي هي في توليفه حصلت في برشلونه، كان هم بس كل سنه يجيب مثلا ايه صامويل ايتو ابراهيموفيتش ديفيد فيا سواريز، ناس بتكمل على الهويه والمنظومه بتاعتهم، كل دول لما اختفوا اللي اعتزل واللي مشي من الفرقه واللي بطل الهويه نفسها ابتدت تختفي، مع ان هم ما بيعوضوش، مفيش حد من تحت، مفيش مجموعه طالعه من تحت صح يعني توازي المجموعه اللي كانت موجوده، ولا في صفقات قدرت تغير فلسفه الفريق، فمع اختفاء يعني مع خروج ميسي هو ده برشلونه. فهي بقى المشكله ان هو في اسبانيا يقدر يستمر ان هو يبقى من التوب فور في اسبانيا، ده مش تبقى صعبه بالنسبه لبرشلونه، ولكن مشكلته ان هو اوروبيا وعالميا لو استمر كده هياخد الفتره بتاعت ميلان، اللي هي ده كان في فريق اسمه ميلان، يعني ميلان هنا في مصر كان ليه شعبيه كبيره جدا والناس كلها كانت مرتبطه، لكن فجاه مفيش حاجه يعني مفيش صحيح. ميلان اسمه مش بيتقال حتى بالظبط، ومع الوقت بيرجع ميلان تاني مع برضه سكواد ممكن الناس تبقاش عارفاه، ولكن كاسم ميلان ابتدى يظهر في دوري ابطال اوروبا، ابتدى يظهر في توب فور مع ابراهيموفيتش طبعا، فبرشلونه هيبقى يعني هياخد الفتره دي يعني. كويس، نروح لمنتخب مصر لان يعني في كذا نقطه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، نبدا بشرط الكابتن وهذا الجدل يعني احمد فتحي ومحمد صلاح
من الأقدر، اختلفت الآراء، دي نقطة. النقطة الثانية برضو عندنا مباراة ليبيا ذهابا وإيابا، ودي يعني ما فيهاش هزار وفي غاية الاحترام، ويمكن هتعكس النتائج بقى ما يعني أصدره كيروش من قرارات بشأن استبعاد بعض اللعيبة الأساسية اللي كل الناس كان عندها علامة استفهام، دول ازاي مش موجودين، ولا أتحدث بس عن محمد شريف وقفشة يعني، لكن وضم بعض اللعيبة الآخرين اللي برضو كان الناس عليهم علامات استفهام. اتفضل. يعني لو أول حاجة لو شرط الكابتن أيام كابتن حسام البدري، يمكن الجدل كان أكبر بسبب إن ما كانش فيه قرار، بمعنى إن الموضوع أثير إعلاميا إن موضوع الشارة ده هنتباحث فيه، ولكن ما كانش فيه قرار. فالنهاردة لما يطلع يتقال إن مثلا تعرض على الكابتن أحمد فتحي إن هو ليتنازل عن الشارة لمحمد صلاح كمبادرة منه، يعني ممكن وارد احمد فتحي يقول طب انا اتنازل ليه؟ ما انا برضو ليا قيمه في المنتخب طبعا. فهو يمكن باستثناء احمد فتحي كل اللعيبه هم نفس قريبين من جيل صلاح، فهي ما فيش اشكاليه منطقي ان يبقى صلاح هو كابتن. فوقتها كانت الازمه ليه؟ لان انت احمد فتحي هتقنعه ازاي او هتاخد القرار ازاي؟ فهنا حصلت الازمه اللي اثيرت اعلاميا في اكتر من توقف، لحد ما خلاص اتعرف ان احمد فتحي ما بقاش بيروح المنتخب، وبعديها حتى بفتره الكابتن حسام البدري خد القرار، مش وقتها حتى. الحاجات دي بتبقى في منتهى الحساسيه طبعا. وبعدين تحس ان في تربص جماهيري، كل الناس قاعده مستنيه تشوف الموضوع ده هيخلص ازاي، لان كل واحد في دماغه في حسبته، في اللي يقول لك بالاقدميه، في اللي يقول لك بالاكثر احترافيه، في بيقول لك بالجماهيريه الدوليه، يعني كل واحد فيهم عشان يحصل على شرط الكابتن في منطق ورا حصوله عليها طبعا. وحتى على فكره في ليفربول والناس في فتره اثارت الموضوع لما صلاح في احد المباريات السنه اللي فاتت في دوري الابطال ما خدش هو الشاره، واثير هل هي بالاقدميه ولا بالاختيار، يعني في ليفربول هو المدير الفني بيختار لعيبه هي اللي تبقى تحمل شاره القياده وما لهاش علاقه بالاقدميه. بتكون بناء على ايه يعني دايما الكرايتيريا اللي مجابها يعني. الاقدميه لا، في العالم كل نادي بيبقى ليهم الدارج ايه، مش بتبقى بالاقدميه يعني مفروض. احنا عارفين ان هي بالاقدميه، لكن هنا في مصر طبعا هي طول عمرها بالاقدميه، ولكن زي ما نقول في ليفربول، هناخد ليفربول كمثال. تمام. مؤخرا كلوب اعلن القائمه بتاعت مين كابتن الفريق. هندرسون رقم 1، ميلنر رقم 2، فان دايك رقم 3. فان دايك مش قديم في ليفربول، فان دايك صلاح اقدم من فان دايك، ولكن هو ككلوب شايف ان هم دول الاقدر ان هم يبقوا كباتن الفرقه، هم دول اللي عندهم الشخصيه القياديه في الملعب. بعد كده في تصويت ما بين اللعيبه على مين اللي بعد كده، فالثلاثه اللي كانوا بعد كده منهم ارنولد، ده لعيب شاب من مدرسه ليفربول. اليسون بيكر الحارس برده ما نقدرش نقول هو اقدم من صلاح، صلاح اقدم من اليسون، ولكن اللعيبه هي اللي استفتت واختارته. وروبرتسون برده اللعيبه اختارته، وما نقدرش برده نقول ان هو اقدم قوي من صلاح في ليفربول. فهي بتبقى في معايير، يا اما الاقدميه يا اما اختيار المدير الفني نفسه، هو شايف ان اللعيب ده هو اللي يستحق يبقى الكابتن. ما بقاش في حساسيه بقى زي شويه، بس طالما في قرار يعني. كريستيانو رونالدو هو اقدم واحد في الجيل مثلا في مانشستر يونايتد دلوقتي، ولكن الشاره لحد دلوقتي هم ما لبسهاش، المدرب بيختار لعيبه ثانيه موجوده في برونو فرنانديز ده لسه جاي ما بقالوش سنتين في مانشستر يونايتد وهو الكابتن على ناس ممكن تكون. فهي اهم حاجه زي ما قلنا ايه، القرار. كابتن حسام البدري للامانه ما كانش حاسم في البدايه، عشان كده خلق الجدل. الميزه هنا في كيروش ان هو في اول مؤتمر قال صلاح هو الكابتن، فخلاص صلاح هو الكابتن، صلاح مش موجود تبقى بالاقدميه، فكده خلاص القانون واضح. جاب احمد فتحي، جاي احمد فتحي هو جاي المنتخب عارف ان صلاح هو الكابتن، هنا مفيش بقى مشكله. لو في مشكله تبقى عند الكابتن احمد فتحي، مش هتبقى عند كيروش. ده بالنسبه للشارع. تمام. الجزء الثاني بالنسبه لل استاذنك بس سريعا كابتن ايمن، المستبعدين طبعا الموضوع مثير للجدل، لان نتكلم في قفشه ومحمد شريف ومصطفى فتحي، يمكن قفشه ومحمد شريف تحديدا، لان واحد هداف الدوري، واحد من افضل لعيبه الدوري في الفتره الاخيره، وافضل لعيبه افريقيا كمان. هنا الخلاف الوحيد او النقطه اللي تؤخذ برضه على الجهاز الفني ان لازم يبقى في توضيح، هو مش مطلوب منه يبرر، لكن هو من حقه يقول انا استبعدتهم لان هم مش متماشيين مع طريقتي، مجهدين مصابين، والله انا شايف ان في حد بالنسبه لي مفيد عنهم، بس لازم يبقى في وضوح حتى لا يثار جدل والناس كلها تبقى خلف المنتخب. نورت الدنيا كالعاده، بنسعد بوجودك معانا. انا اللي بسعد، انا جزيل الشكر وجودك معانا. شكرا لك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. باختصار شديد مش هنطول على حضراتكم، وقتنا خلص، نلتقي بكره باذن الله. صباح الخير.